تتحسب في الملعب، يعني ما حدش يتوقعها، ما حدش يتكلم فيها يقول اصل الافضل الزمالك افضل الاهلي افضل. جوه الملعب ممكن الامور كلها تتغير يعني، وخاصه في المباريات الكبيره مع الفرق الكبيره ممكن تكون الكلام ده نتوقعه مع مثلا فرق كبيره مع فرق صغيره. المفاجاه ان الفرق الصغيره تعمل حاجه، تتعادل تكسب، انما الماتشات الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك دي ماتشات جوه الجيم تخلص يعني، مفيش توقعات. هو مباراه الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي دايما بتبقى مباراه يعني بيبقى فيه اهتمام كبير جدا جدا على المستوى الاعلامي ومستوى الجماهيري، وتبقى فيه اهتمام حتى من مستوى حتى الاجهزه الفنيه او حتى اللعيبه، لان دي مباراه طبعا يعني بتفضل في ذاكره في التاريخ الاهلي والزمالك. لما بتكلمني دلوقتي بتقول لي حضرتك كم مباراه، فانا فاكر بالعدد 22 مباراه اهلي وزمالك، حتى عارف انا كمان ان نتائجهم ايه، كسبنا كم مباراه وتعادلنا كم مباراه وخسرنا كم مباراه. فدايما المباراه ديت بتبقى مهمه جدا، اولا لان هي مباراه يعني هي مباراه بطوله بين الاهلي والزمالك، ثانيا برضو بتبقى لها دور مهم جدا جدا في ان انت يعني بلغه الكوره كده بتركب الدوري او بتحسم، او مش بقول بتحسم، ولكن برضو تبقى انت خلاص حته انت تكسب الزمالك دي دايما انت ايه، بتبقى دايما انت وانت رايح تلعبهم المباراه اللي بعدها بتبقى دايما ايه تحس ان كفتك اعلى، غير لما بيحصل لا قدر الله اخفاق او حاجه بتبقى انت رايح المباراه اللي بعدها وانت قلقان. فمن هنا طبعا دايما مباراه الاهلي والزمالك بتبقى لها اهميه كبيره جدا. ما فيش شك طبعا ان برضو بيتولد فيها لعيبه كتير جدا جدا، واخرها مثلا مباراه القمه زي ما حضرتك قلت مباراه القرن، يعني ان اتولد فيها مجدي قفشه بالهدف التاريخي اللي جابه يعني. ف ولو قعدنا نتكلم على ماتشات الاهلي والزمالك هنفتكر لعيبه كتير جدا جدا اتولدت من المباراه دي. طول عمرنا بننسى مين اللي كسب ومين اللي خسر، ودايما بنهني بعض، ودايما بيبقى في جو ما يعني جو فيه كله حب واحترام طبعا، لان في البدايه والنهايه طبعا دي كره قدم، وفي الاخر اللي بيكسب طبعا دايما النادي الاهلي اللي بيكسب الفتره اللي فاتت.